السلام عليكم يا جدعان، معاكم في الاكرون ورجعنا لكم فيديو جديد. يا ستار يا رب. تخيلوا كده معايا اكون داخل بصور لكم فيديو عن خدع واسرار الرانكد، بصور لكم وبعلمكم الخدع واحده واحده، وفجاه لقيت 5 سكوادات بيبش علينا في البيك وانا بعلمكم الخدع. ومره واحده الفيديو تحول من شرح خدع واسرار لفيديو جلد وبقى نار. فيلا بينا ندخل في الفيديو على طول وما نطولش المقدمة اكتر من كده. جاهزين؟ بس قبل ما نبدأ ما تنساش تنزل تصلى على النبي في الكومنتات تحت، وتنزل تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان خلاص قربنا على 50,000. ويلا بينا نبدأ الفيديو. انا ما اعرفش العب يا جدعان، انا لما انزل بيك بصراحة. خلاص انزلوا شوف انت هتنزلوا فين، انا هنزل بيك. انا العب لكم ريفايف. انا خد يا اسطى انت هتنزلوا فين؟ ماشي يلا امبيل معايا. تمام خليكم انتوا الاثنين مع بعض واحنا بنلعب. يلا روح انتوا الاثنين. انزل هنا جنب بعض يا امبيل. تمام خلي بالك يا اسطى في سكواد واحد بس اللي نازل. لا سكوادين يا عم، واحد بس خليهم يتصوا ببعض. تمام انزل بس انت على سلاح وادخل جوه في كفرك الجميل وشغل سماعاتك. ليش؟ طب احيي ام 24 بس اتنين يا اسطى اللي نازلين مش سكوادين ولا دين. واحد حد عندك؟ عارف حد مفيش علامة عليه. قريب بس انا هنزل انزل شوط جنب 6 ولا طلع يفشخني. هما كانوا اثنين قتلت واحد اهو ثاني نوك. يلا يلا اتنين نوك عاش. يديك النبي يا جدعان. عايز ادخل بس معيش قوم نفسه. جهاز ضعيف فش. فواحد لسه ماشي 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 ماشي. تعالي تعالي عشان ما نتضربش يا ابن الورمة. هما فوق ولا ايه؟ لا تحت تحت في واحد يا اسطى. ماشي واحد فجر عربية. ده بيضرب بايه؟ السلام عليكم. يلا جامد. لا ده دخل هيحنع كلها. اتقل برمو كنابل. اجري يا اسطى اجري. انت اتحركت خلاص. وده فين بقى؟ طب تعالى يا ابن الورم. شايفه؟ لا اتقل ورا الدروب بعتك. لا مش ورا الدروب ده جرى هناك. راح يرب يا اسطى. لا لا ده بعد الرف كمان. عايز يخلع بقى وضربه خلع. عندك عندك رقم واحد. يلا نوك جبته من ده. في منا انت بيتقل بس اتفنش. ماشي ماشي انا هغفلهم انا من الناحية ده. تمام واحد دخل جوه. يلا نوك. واحد جالي من ظهري. خلي بالك السكواد كاملة. شفت وفي منهم لف وبيغفلوا. لا مخلي واحد بالك في حد. لا 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 ممكن افتح في مريض بطل اي خدمة عشان اشوف لو فين التوكن. ما بالراحة هو خش على يلا جبتها. اللي معاه دبل تعال خد الدبل. انا بس رب اللي معانا من قلب. اوكي متونس عمو عمو رب قلب عمو رب قلب اشتر جمع تسلوه.
يلا جبت التانية. يلا انا شلت اللي شلت الاتنين من السكواد اللي هو ولاد الاحابي دول. انزل خد الدبل سنايبر. ها دبل سنايبر معاك اهو. تعالى في ناس فوق. ها فوق دلوقتي ناس. يلا شلت انا واحد. مش واحد يا اسطى اتنين. ماشي انا شلت واحد منهم. انا بقول لك شلت واحد. انا بقول شلت واحد ما قلتش شلتهم. لا اتنين دلوقتي نزلوا يا اسطى. يلا ده نوك. لا لا دمي اضرب واجري يا اسطى. ده ايه السياسه كده؟ انت ما جيتش خدت الدبل سنايبر ليه؟ لسه يا اسطى دلوقتي وصلت هنا اصلا. انا دوب وبعدهم دانيني اصلا ودول شرف البنت. انا جبته وفنشته. عاش. تعرف تريب؟ اه ات... لا 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 كان بروب من كلبة. انت خنزير على طلع خنزير طلع بالتلاتة خنزير. عش يلا واحد بلع لغم. يلا واحد بلع لغم. عاش يلا. اضرب من بره. اضرب من بره خلاص. يلا جبته. تاني. ايه يا جدعان؟ لا امسكوا نفسكم بقى يا رجاله. ايه ده؟ لعلو ربنا بص لاعب بيهم البتاع. يلا نوك. اللي عند الصخره نوك. فاضل حد ثاني؟ لا ما بقدرش اتوقع اخر واحد كده. ادعي النبي يا جدعان. رب ما كنتش صحاه. لا ده اخير. تعال اس واحد عندك. انا بتضرب بتضرب مش عارف منين. ايوه شفته. لا هنا 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 بيرف قلب. ما خلي بالك ما تنسى المهاره قيد التهدئه. تبينهم على الالعاب اللي تضرب فيها. يلا ابلع يا ابن اللعيبه. ايه ده؟ الموارد هنا. اصح حد فيكو؟ يا ديني النبي يا جدعان. ايه ده؟ ايه الجيم ده؟ ايه الجيم ده؟ لا 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 ما مش هموت بعد كل ده. متى متى كده؟ وقت فوق على فكره. لا مش فوق يا اسطى. في حد فوق على ان ما بتهاش. طب حد يكفرني؟ ثلاثة عنده. وهنا انا اتفاجئت ان في سكواد كامل بش عليا مره بس واحده. بس للاسف الحلو ما بيكملش. انا هنا كنت معايا 13 كيل يعني تقريبا قاتل ازيد من 3 سكوادات لوحدي في البيت. يعني انا تقريبا عامل جيم فول ممتازه يا جدعان. فببص لقيت السكواد ده في وشي سبحان الله. وده بالظبط اللي حصل. معانا يا رب. يا رب. وهنا اول لما خدت بالي ان هم سكواد حاولت ان انا اقفل عليهم بتلجة بس طلع لي واحد زي الخازوق. لا انا اتزنقت كده زنقه وحشه قوي يا جدعان. لو انتوا مكاني وحصل لكم نفس الموقف ده كنتوا هتعملوا ايه؟ احب اسمع رايكم في الكومنتات. وطبعا لو انت كملت الفيديو لحد هنا احب اشكرك ويا ريت تعرفني بنفسك في الكومنتات تحت لان انتوا من المشتركين المتميزين بالنسبه لي. فانا احب اتعرف عليكم فانزل اكتب لي في الكومنتات ان انت مشترك متميز عشان اعرفكم يا جدعان. وبس يا رجاله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.